الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، كيف نستقبل شهر رمضان؟ هذا الشهر المبارك، هذا الشهر الميمون، هذا الضيف الكريم الذي قال الله سبحانه وتعالى في حقه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. أيها الإخوة الأكارم، كيف نستقبل شهر رمضان؟ أول شيء نستقبل به شهر رمضان ألا وهي التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 70 مرة. إذن أيها الإخوة الأكارم، أول شيء نبتدئ به هذا الشهر المبارك في استقباله ألا وهي التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم الإكثار من الاستغفار. والاستغفار أيها الإخوة الأكارم فوائده عظيمة. قال الله سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. إذن بعد الاستغفار نستقبل هذا الشهر المبارك بالسرور والفرح، لأن الله سبحانه وتعالى قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن أيها الإخوة الأكارم، أيها الأحباب الكرام، هذا الشهر المبارك نستقبله بهؤلاء الثلاث، وهذا الكلام لا يفيد حصرا. أول شيء التوبة إلى الله، ثم الاستغفار والإقلاع عن الذنوب، ثم الفرح والسرور بهذا الشهر المبارك، على أمل أن الله سبحانه وتعالى يبلغنا هذا الشهر المبارك، على أمل أن الله سبحانه وتعالى يعيننا فيه على الصيام وعلى القيام وعلى تلاوة القرآن، على أمل أن الله سبحانه وتعالى يبلغنا هذا الشهر المبارك. وقد رفع الله سبحانه وتعالى عنا هذا الوباء ورفع عنا هذا البلاء. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه العليا وصفاته المثلى أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا يا كريم يا مناب، وقد زال الوباء والبلاء. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم لأهلنا في أندونيسيا أن يرفع الله عنهم الوباء والبلاء، وأن يجعل ديارهم آمنة مطمئنة، وأن يكرمهم بصيام هذا الشهر المبارك. آمين آمين يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.